وبإقليم الحسيمة تتواصل أشغال إعادة بناء 3 منشآت فنية على مستوى الطريق الإقليمي رقم 2205 الرابطة بين ترجيست وكلايرس التي أطلقتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في أبريل المنصرم. وذكر بلاغ للوزارة اليوم أن تكلفة إنجاز هذه المنشآت الفنية الذي يندرج في إطار المجهودات المبذولة لتحسين جودة البنية التحتية الطرقية بالمملكة تبلغ 16 مليون درهم.